عن الجيوب الأنفية ونشرح إيه هي الجيوب الأنفية بشكل التشريحي بتاعها. إحنا عندنا الأنف عبارة عن فتحتين للأنف، وبعدين الممر الهوائي بتاع الأنف، وبعدين الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية عبارة عن تجاويف جوه عظام الجمجمة. ليه هذه التجاويف؟ طبعا سبحان الله في خلقه الصوت بتاع أي واحد بيختلف عن صوت التاني بسبب اختلاف هذه التجاويف. واحد اتنين، علشان الجمجمة متبقاش تقيلة، يعني لو كانت عظمة صبة كده كلها كانت الجمجمة هتبقى تقيلة جدا على الفقرات وعلى العضلات بتاعتنا، الجسم مش هيقدر يشيلها عشان كده نلاقي عظام الجمجمة عبارة عن طبقة من فوق وطبقة من تحت ومن جوه حاجة زي السفنجة فهشة. فعشان كده دي صلبة ودي صلبة ومن جوه هشة، دي بتقلل من وزن الجمجمة. والجيوب الأنفية كمان دي عبارة عن تجاويف جوه الأنف. عندنا كام جيب أنفي؟ عندنا 8، 4 يمين و4 شمال. التجاويف ديت عبارة عن، ليه سموها جيب؟ لأنها زي الجيب بتاع البنطلون، فتحتها من فوق والتوجيب بتاعها من تحت. من تحت. تمام. لو عرب الصديد مش هتصرف. كنا زمان أحيانا نعمل فتحة من هنا، تمام، قبل حكاية المناظير والميكروسكوب والشغل بتاعنا دلوقتي، كنا بنفتح فتحة عشان تصرف الصديد لو عبى. طبعا بتقفل بعد 6 شهور أو أكتر، وكانت نفس الحكاية بتبقى تاني. تمام. دلوقتي طبعا العلم الحديث قال لا، ما نفتحش فتحة من تحت، نوسع الفتحة بتاعت فوق وننظف الجيب الايه؟ الأنفي. ده بالجراحة. ده بالإضافة بقى لأن الهواء وهو داخل، هو مش داخل في ماسورة على طول، لا، ده في حاجة اسمها الغضاريف، 3 في كل ناحية، في الغضروف السفلي والأوسط والعلوي. الغضاريف دي فايدتها ايه؟ إنها تعمل ممرات للهواء. والغضاريف دي بتبقى عليها مخاط وفيها شعيرات دموية. هنا الممرات بتاعة الهواء ديت لو الهواء ساقع ما تدخلش على الرئة، ساقع تبرده الأول تدفيه. طب لو الهواء سخن تبرده. لو جاف ترطبه، لو رطب سبحانك يا رب تسحب رطوبته. لو في شوائب، في شعيرات في قلب الأنف، الشعر ده بيحجز الأتربة أو الجزيئات الكبيرة، إنما الجزيئات الرفيعة بتلزق في المخاط. لو نفترض انا مثلا في تراب وبعد كده دخل في مناخيري، لما اجي انف الاقي الانف المخاط النازل اسود في التراب اي اللي هو دخل. طب لو مثلا دخان الاقي الاسود ده في قلب المخاط. لو مثلا حاجه صفراء هتنزل الصفراء، لان دي المخاط ده هيلقطها عشان ما توصلش للصدر جوه. عشان كده احنا نقول بقى ايه احسن جهاز تكييف وتنقيه في العالم كله؟ هي الجيوب الأنفية. الأنف هي اللي من نفسها بتعمل موضوع التكييف كله. بارد تسخنه، سخن تبرده، رطوبة تشيلها، جافة ترطبها، إلى آخره. سبحانك يا رب. سبحان الله. فالدور ده دور الجيوب الأنفية. طب دكتور، ليه الجيوب الأنفية؟ يعني احنا اتكلمنا بقى دلوقتي عن وظيفتها كمان، إنها بتعمل ترطيب والكلام ده كله وتبريد والكلام ده كله، بتغير وبتنقي الأتربة. طب ليه بيحصل لها مع دور البرد يا دكتور بيحصل لها التهاب؟ ويا ترى ايه هو الالتهاب؟ هو حضرتك طبعا احنا عندنا الجهاز التنفسي ده بيصاب بالانتقال من السخن للبارد. مثلا سي ان انا في الصيف وفي الشارع جسمي سخن مولع نار، ودخلت على التكييف، خلاص من سخن البارد هيحصل ايه؟ التهاب في الجهاز التنفسي. طبعا ده اكيد. وعشان كده احنا برضو بنحذر اخواتنا المنقبات والمحجبات بالذات، لانهم اكثر عرضه لتغيرات الجو عن اي حد تاني. ليه بقى؟ عشان هي طبعا بتبقى في الشارع جسمها سخن جدا، لابسه النقاب او الحجاب، تخش على التكييف تروح قلعه فجاه. طبعا احنا في البيت ماشي نقلع، بس تدريجيا بنقول لها طبعا لو سمحتي استني لما جسمك يبرد خالص وبعدين تقلعي تدريجيا حته حته،
اشتك مره واحده. مره واحده دي خلاص هتصاب بنزله برد وجيوب انفيه وممكن طبعا التهاب في الحنجره وحشرجه في الصوت وممكن نزله شعبيه وممكن التهاب الى اخره. تمام؟ والمضاعفات بقى بتاعتنا بتاعت اللوز اللي هي جيوب التهاب الاذن الوسطى الى اخره. فهنا نقول لو سمحتوا التحرك من السخن الى البارد يبقى تدريجي. نيجي في اول الليل بيبقى الجو حر. ايوه. تمام؟ بنفتح الشبابيك. تمام. جينا بالليل نمنا نكسل بقى نقوم نقفل الشباك ولا المروحه ولا التكييف ونسيبه شقه مفتوحه. تمام. وفي الاطفال بالاكثر، لان الاطفال اكثر حساسيه للبرد عن الكبار. تمام. وخاصه ان هم جسمهم بينتج طاقه حراريه عاليه شويه، فهم صاحيين يبقى جسمهم سخن مش طايقين هدومهم حتى في الشتاء. تمام. فلا لابد وحتما ان احنا نتعامل مع درجه الحراره.